يعطيكم العافية جميعا، معكم الطالب لؤي المصري من كلية الطب وعلوم الصحة جامعة النجاح الوطنية. اليوم بدنا ناخذ هيك شوية اناتومي عن التشيست. طبعا احنا انا بدي استخدم هذا البرنامج، طبعا هو مدفوع الثمن بيكون، ولكن بتقدروا انتو الشغلات البسيطة اللي زي البونز ممكن ابين لك اياها، ولكن اذا بدك تتعمق في تفاصيل زي المسلز النيرفز البلود فيسلز ممكن يطلب منك انك تدفع اشتراك سنوي. هو بسيط ولكن بفيدك يعني. خلينا نتفرج شوي مع بعض. هون شوفوا عنا السكابولا كيف من ورا، حكينا الها السباين، حكينا للسكابولا السباين اللي هون هاد شايفينه. هون هاي الانفيريور انجل اللي بنحاول نحددها، اوكي. وبعدها بعد ما نحددها من كله يقدم ايديه وبنعمل الاسكولتيشن. هون بنحط السماعه على التراينجل وبنسمع صوت اللنجز. شوفوا كيف السباين هون بمشي وبتمدد وبصير اسمه الاكروميون. سو هاي المنطقه اللي هون هي الاكروميون، هاي المنطقه اللي شايفينها هون تبعت السكابيولا، هاي بنسميها الاكروميون. هاي بترتبط بايش؟ بالكلافيكل. سو هون عندنا اللي هو الكلافيكل زي ما انتم شايفين هون. شوفوا كيف زي ما حكينا الكلافيكل من قدام او الميديال تو ثيرد لها بتكون كونفكس، واللاترال 1 ثيرد بتكون ايش؟ كونكيف. ومن فوق كيف بتكون؟ بتكون ملساء. ومن تحت كيف بتكون؟ شوي اخشن. اوكي طيب ايش كمان عندنا؟ عندنا هون اللي هو الستيرنم، عظمة الستيرنم. شوفوا كيف هون المانوبريوم البادي والزيفويد بروسيس. شوفوا كيف لما نتطلع في لاترال فيو كيف تكويسة الستيرنم اللي قلنا عنها، كيف البلين تبعها ما بيجي مستقيم بيجي مايل. فهذا الاختلاف بمستوى المانوبريوم والبادي بيعمل عندنا هاي الريدج الستيرنال انجل اللي بتكون هون هيها. تمام، قلنا لازم تجربوا كيف تعينوها. هلا بعد ما نعين الاسترنال انجل، شوفوا كيف عندنا هون الاسترنال انجل كيف بتكون. احنا اتفقنا انها بتكون على مستوى الفيرتبرال، يعني لو بدنا نرسم خط من هون لهون بتكون بين الفقره T4 T5. بعدين حكينا انه بعد ما نعين الاسترنال انجل شو بكون عندنا؟ بكون الكوستال كارتليج اوف سكند ريب. هون في الموديل كيم هيها شايفينها هون، هوا دامجينها مع الـ مع الريبس، ولكن هي هاي شايفينها. anyway لما نحدد الاسترنال انجل بنروح لاترال بنحس الكوستال كارتليج، وهون بنحس ريب رقم 2. بعدها بننزل شايفين هذا السبيس بين الريب هاي والريب هاي بنسميها الانتر كوستال سبيس. بعدين عندنا ريب 3 ريب 4 ريب 5 وهكذا. هذا بالنسبة للاسترنم. كمان في عنا فيرتبرا والريبس، شوفوا علاقتهم مع بعض ما أجملها. شوفوا هون كيف عنا. أول إشي شوفوا كيف الريبس جاية، طلعوا كيف الريبس عاملة articulation مع الفقرات الصدرية. طلعوا كيف الفقرات الصدرية مثلا spinous process كيف بتختلف عن باقي الفقرات. مثلا عندنا هون الفقرات القطنية، اوكي اللي تحت، كيف spinous process تبعها بيختلف عن spinous process تبعت الفقرات الصدرية، انه هذا مبوز ونازل لتحت اكثر وحاد اكثر من اكثر من الفقرات القطنية، وهذا اللي بخلينا نميزها. anyway كنت بدي اورجيكم هون كيف الريبس مرتبطين مع بعض مع الفرتبري، وبعدين طالعه هيك زي ما انتم شايفين صار لها كيرف عند الانجل وجايه بشكل انتيريور بس لتحت، يعني هن جايين انتيريور لقدام بس لاحظوا كيف داحلين لتحت. فهاي بتكون هيك شكل الريبس علاقتهم كيف بيبدوا من الفقرات وبعدين بيجوا لقدام anterior و downward. بيرتبطوا وين؟ في الاسترنم، أعظمهم بيرتبطوا في الاسترنم. كمان بنشوف علاقة الارتباط اللي حكينا عنها
يعني مثلا شوفوا هون كيف عندنا، هون مثلا عندنا الريب رقم 8، شوفوا هون مثلا هون الريب رقم 8 كيف الهيد تبع الريب، كيف هون الهيد، هذا الهيد اوف ذا ريب، لاحظوا كيف الهيد مرتبط في الفقرة الصدرية اللي فوق، فهون عندنا هون 8، فهون بكون عندنا 7، وهون تحت بكون عندنا 8، 7 8. فحكينا انه السوبيريور ارتيكولار فاسيت تبعت الهيد بترتبط مع الفيرتبرا اللي فوق، فاذا هون عندنا 8 مثلا بتكون هون 7، والانفيريور ارتيكولار فاسيت بترتبط مع اللي هو الفقرة الصدرية من نفس الرقم الرب، فهذا اذا رقمه 8 الانفيريور بترتبط مع الثمانية، والسوبيريور بترتبط ماينس 1 اللي هي 7. اوكي، فالعلاقة كثير واضحة هون. كمان شوفوا الرب رقم 8 هون اللي هو التوبريكل اللي طالعة، هاي البروز، هاي المنطقة اللي هي التوبريكل، لاحظوا كيف التوبريكل هي اصلا منطقة، شوفوا كيف بتكون هيك منفوخة، هاي بترتبط مع الترانسفيرس بروسيس لنفس الرقم من الثوراسيك فيرتبرا، يعني هون عندنا ريب رقم 8 التوبركل بيرتبط في الترانسفيرس بروسيس للفقرة الصدرية رقم 8. اوكي، فهاي كانت العلاقة اذا بنحكي بشكل عام، الارتباط تبعهم من وراء في الهيد والتوبركلز، بعدها بنيجي لقدام زي ما حكينا مع الاستعمال. تقدروا هون تشوفوا الفيرست ريب كأمثلة على الريبس اتيبيكال، شوفوا عندنا الفيرست ريب كيف الفيرست ريب جاي عريض مقارنة مع باقي الريبس الموجودة عندنا، شوفوا كيف برود جاية مسطحة، وشوفوا كمان كيف الأشياء اللي بتميزه إنه عنده جروفز للفيسلز، فهون عادة سبكليفيان فين، وهون السبكليفيان ارتريز، بينهم انترسكالين ماسلز نازله من فوق ومرتبطه هون، فهون الجروفز واضحين في الموديل اللي عندنا هون زي ما انتم شايفين، هون عندنا جروف للسبكليفيان فين، هذا انتيرير زي ما بتلاحظوا، وهون عندنا اللي هو التوبريكل، التوبريكل هو موجود بين الجروفز، تمام، ورا في عنا اللي هو الجروف للسبكليفيان ارتري فين، وهون عنا سبكليفيان ارتري، هون ارتري وهون فين، وفي عنا بينهم تبركل بتكون، تمام، هاي البروز. هون كمان في عنا السكند ريب بنقدر نشوف التوبريسيتي، شايفين التوبريسيتي هون واضحه للسيروس انتيريور مسل، برضو هاي الاشياء من الاشياء اللي بتخليها اتيبيكال ريب. ورجيناكم مثال لهاي. طيب خلينا نشوف الفقرات الصدرية، مثلا هون في عنا الفقرة الصدرية مثلا السادسة، نعملها ايزوليت نطلع عليها، هاي تيبيكال، ليش تيبيكال؟ لانه شوفوا انه عندها ديمي فاسيت، شايفين كيف انصاص مبينين، سوبيريور كوستال ديمي فاسيت، وهون عنا الديمي فاسيت، وهون عندنا اللي هو شوفوا هاي الفاسيت الموجودة على الترانسفيرس بروسيس، هاي مش موجودة بباقي الفقرات في الجسم. شو كمان في عندنا السباينس بروسيس اللي هون، في عندنا الترانسفيرس بروسيسز، اوكي، وفي عندنا البادي هون، طلعوا كيف شكل الهارت زي شكل الهارت، هون السوبيريور ارتيكولار بروسيسز مع الفاسيت، وتحتيهم مباشرة هذول النازلين هيك اللي هم الـ inferior articular processes مع الفاسيتس هيهم. هاي typical، احنا قلنا مثال على الفقرات اللي بتكون مش typical، هي الفقرة الصدرية الأولى، الأولى اللي بيخليها تكون اتيبيكال انه هاي الفاسيت اللي من فوق مش جاية نص فاسيت، جاية كومبليانت فاسيت كاملة. هلا احنا بالتيبيكال نص من تحت ونص من فوق، هون لا، هون السوبيريور كاملة، خلص انت تصنفي اتيبيكال. بيرتبط فيها طبعا احنا بنحكي عن تي 1، بيرتبط فيها الهيد اوف ريب نمبر 1،
اذا بتتذكروا الفيرست تريب حكينا انه عنده وان سنجل فاسيت، الوان سنجل فاسيت بترتبط مع هاي اللي هي السوبيريور كوستال فاسيت اللي هي الكومبليت جايه، تمام؟ اما الانفيريور اللي هي بترتبط مع ريب رقم 2، كمان قلنا الفيرتبرا رقم 12 او 11، خلينا نشوف برضه تعتبر اتيبيكال. خلينا نشوف ليش تعتبر اتيبيكال. واضح جدا عندنا، اولا ما عندنا نصف فاسيت ومن فوق ونصف فاسيت من تحت، في عندنا وان سنجل فاسيت زي ما انتم شايفينها هون. ليش عندنا وان سنجل فاسيت؟ لانه احنا بدنا نتذكر شو اللي بده يرتبط فيها اصلا الفاسيت هاي. الفقره الصدريه رقم 11 بيرتبط فيها رقم 11، طب احنا اخذنا رب رقم 11 شو هي؟ اتيبيكال وعنده سنجل فاسيت، فسنجل فاسيت تبعته بترتبط مع اللي هو السنجل فاسيت الموجوده هون عندنا، تمام؟ في الفقره الصدريه رقم 11. فلاحظوا انه لما يكون الريبس عندنا مثلا عندنا سنجل فاسيتس بترتبط وين؟ في الفيرتبرا تبعته. اما الريبس اللي بيكون فيها تو فاسيتس سوبيريور انفيريور بيرتبطوا في تو ثوراسيك فيرتبري، اوكي؟ فهاي الفقره اللي هي رقم 11 اتيبيكال لانه عندها كومبليت فاسيتس، تمام؟ هون ما عندها ديمي فاسيتس من فوق ومن تحت، بس بيرتبط فيها رب رقم 11. نفس الاشي لما نحكي على رقم 12 انه عندها سنجل فاسيت لانها بترتبط مع رب رقم 12 فقط لا غير، لانه الرب رقم 12 اتيبيكال وزي ما حكينا عندها وان سنجل فاسيتس ما عندها تو فاسيتس، فلهيك رح ترتبط مع وان رب. اوكي، كمان بنلاحظ ليش انها تعتبر اتيبيكال، لانه شوفوا الترانسفيرس بروسيس تبعها ما عليه فاسيت، هاي ما عليها فاسيت بكل بساطه، لانه احنا حكينا انه الترانسفيرس بروسيس بترتبط مع حاله تروبيكال اوف ريب، تبركال اوف ريب. هون عندنا الفقره الصدريه رقم 11، الريب رقم 11 مثلا اللي بترتبط فيها ما عندها تبركلز، تمام؟ ليش؟ لانه هو يعتبر اتيبيكال، اوكي؟ ما بدنا نضيع مع بعض، ولكن كثير مهم انكم تحفظوا التيبيكال من الاتيبيكال. رقم 11 هو يصنف اتيبيكال لانه ما عنده تبركل، التبركل قلنا هو اللي بيرتبط مع الترانسفيرس بروسيس. هلا لانه رقم 11 ما عنده تبركل، الفيرتبرا تبعته ما عندها فاسيت، لا هذاك التبركل، وهذا بيخليها ايش؟ تبكل. هذا كان بالنسبة للريبس والفيرتبرا والشيء اللي بيميزهم التبكل عن الاتبكل. ان شاء الله بنكمل في فيديو جديد، يعطيكم العافية.